اسمي وائل خضر والفرقة بتاعتنا اسمها فلامينكا كايرو. ابتدينا سنة 2001-2002 تقريبا. ابتدت الفرقة ديت مجموعة من الأصدقاء، لمينا بعض، تعرفنا منهم أصدقائي من زمان ومنهم ناس جديدة، وابتدينا مشوارنا الفني. تجارب موسيقية متنوعة ولعبنا في أماكن كتيرة جدا. فلامينكا كايرو ده اسم جاي من المشتق من اللغة الأسباني، التصريف بتاع فلامينكو، موسيقى فلامينكا أو موسيقى الفلامينكو. فإحنا عشان إحنا ناس من القاهرة ومن مصر سميناها فلامينكا كايرو، موسيقى الفلامينكو من القاهرة. طبعا عشان الفلامينكو هو أصوله شرقية، أصل الكلمة عربي، فلاح منكو، فهم والموسيقى الشرقية ولاد عم كويس جدا، يعني قريبين جدا من بعض. من فترة احنا عارفين ظهر فرق كتير، الفرق الاندر جراوند، وابتدى جروبس من الشباب الموسيقيين الممتازين، الشباب بيعملوا افكار موسيقيه جديده، والساحه دلوقتي بقت مليانه من الفرق اللي اسمها، مش عايز اقول اندر جراوند يعني، بس هي فرق اوريدي، بس ده المسمى يعني. هل ده بيأثر علينا احنا كفلامينكا او الفرق المشابهه لينا؟ لا، لان جمهورنا والجمهور اللي بيحب النوع دوت يمكن مختلف عن اللي بيحب عن الاندر جراوند. متهيألي احنا ايه بن ساتسفاي او بنخدم شريحه كويسه من الجمهور. اسمي عز الاسطول، انا بشتغل مغني، خريج كليه التربيه الموسيقيه قسم غنى اوبرا. انا انضميت لفلامينكا سنه 2006 على اساس ان هم بيغنوا مزيكا ممكن تكون مطعمه بالغناء الصوفي، وانا كده كده بحب اغني. كانت الحاله لايقه على الحاله قوي قوي، واستمرنا شويتين، وبعدين جت ظروف البلد مش عارف ايه، وقفنا شويتين وبعدين رجعنا تاني، ولحد دلوقتي الموضوع ماشي كويس جدا. انا مبسوط طبعا ان انا مع وائل مع فلامينكا، ومبسوط ان انا برده سجلت معاكم النهارده. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى، قل